هنالك. الله الله الأسماء القوية في رابع المراكز، بنت الحمر بالفعل وعلي بن محمد، هنالك بن سعيد بن طفلة من يقدم بنت الحمر، ولكن لنا عودة إلى المقدمة والصدارة. الثلاثة كيلومترات لصباح هذا اليوم، من هو هنالك؟ سعيد الحظ من يفتتح شوط أول الحقائق والموسم الجديد، أول ظهور لسن الحقائق، ولكن التسلل التسلل هنالك. الله الله الشاهينية بالفعل الشاهينية، وهنالك أبو يوسف، يوسف بن عبد الرحمن، هنالك عبد الملك من ينافس بهذا الأداء الجميل والمميز. وتالي المراكز وصلت اليازي للسيد جار الله بن محمد بن جريو، من يقدم الاسم الكبير بن جوير، من يقدم الاسم الكبير، ولكن هنالك اسماء كبيره حامله طموحات كل المشاركين والمتابعين في هذه الانطلاقه. وصل بن طفله ليكون حاضرا بالامتار الاخيره، ولكن هنالك بنت الهمر وعلي بن محمد بن سعيد بن طفله ورابع المراكز. وصلت هنالك العماله وحمد بن سعيد بن طفلة من يعمل بهذا الأداء، ولكن لنا عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة هنالك. الله الله الله، سن الحقائق وجيل جديد يسهر لنا عبق الماضي وتراث الآباء والأجداد هنالك. الله الله، 900 متر متبقي عن خط النهاية، والشاهينية بالفعل لسيد يوسف بن عبد الرحمن. عبد الملك يلا حرك يا عبد الملك، 800 متر متبقية، ولكن هنالك الله المنافسة القوية والتحدي. اليازي بالفعل وجار الله بن محمد، وجار الله بن محمد من يقدم الاسماء، ولكن هنالك ثالث المراكز بنت الهمر يلا يا الشاعر، وعلي بن محمد بن سعيد بن طفله هنالك يشارك ويتابع بالعين المجرده. ولكن نرجع ونلحق، 200 متر 200 متر متبقيه عن خط النهايه، عن خط النهايه هنالك. الله، 400 متر 400 متر متبقية بقيادة الشاهينية ويوسف بن عبد الرحمن بن عبد الملك. ولسه الهدوء الهدوء، ولكن ولكن الله، اليازي تسللت، وجار الله بن محمد من يقدم اليازي، 200 متر متبقية عن خط النهاية، واليازي بالفعل والعصا في البطون والبطان في العصا، والآلي محنط ترقص على هذا الأرضية الميدان، ترقص على أرضية ميدان التحدي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، ساعة وصول اليازي لخط النهاية، تهانينا لمالك اليازي. والمركز الثاني كان من نصيب الشاهينية لسيد يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الملك. المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب بيضة لسيد حمد بن صالح المري. والتوقيت الزمني، ساعة وصول مشاهدينا الكرام، اليازي لسيد جار الله بن محمد، قطعت مسافة 3 كيلومترات 4 دقائق 49 و25 جزء. تهانينا لك يا مالك اليازي على هذا الأداء الجميل، وأول ظهور لسن